جون كستر، استخدام كرة القدم من أجل إعادة وحدة سيراليون. جون كستر بيتولى القيادة الفنية لمنتخب سيراليون في ولاية تانية بدأت في أغسطس 2020، وبيستهدف استخدام كرة القدم من أجل وحدة سيراليون. منتخب سيراليون عاد لأمم إفريقيا بعد غياب 25 سنة وسط الكثير من المشاكل داخل البلاد. سيراليون عانت من حرب أهلية في الفترة من 1992 إلى 2002، واحتاجت لإعادة بناء على كافة الأصعدة. كستر قال في تصريحات وقت عودته لقيادة سيراليون في الولاية التانية: كرة القدم هي أهم شيء لبعض الناس في سيراليون. كرة القدم هي العزاء الوحيد لهم، وهي الشيء الوحيد القادر على توحيد أمة مثل سيراليون، هدفنا استغلالها لتوحيدهم. كستر أبرز أن مشاكل سيراليون ما كانتش بس في فترة الحرب الأهلية، لكن تفشي فيروس إيبولا في البلد سنة 2014 أثر بشكل واضح على كرة القدم، ووقف الدوري لمدة 5 سنوات. وقت ما سيراليون بدأت ترجع للحياة الكروية وتنافس على التأهل لأمم إفريقيا 2019، كانت المفاجأة قرار فيفا. تم تعليق مشاركتهم بسبب تدخل الحكومة، وبالتالي تم إقصائهم من التصفيات عشان يضيع حلم كستر. كستر في ولايته الأولى اللي بدأت من 2017 بدأ حلمه في تصفيات أمم إفريقيا بفوز مهم على كينيا 2-1، وخسر بصعوبة قدام إثيوبيا 1-0، لكن فجأة الحلم تبخر بإيقاف النشاط في سيراليون، وكان من ضمن توابعه رحيل كستر في 2019. جون كستر اختار العودة لبلاده سيراليون رغم ولادته في انجلترا، واللعب هناك أغلب فترات مسيرته، وكان هدفه الواضح هو توحيد البلاد عن طريق كرة القدم. بدأ مسيرته الكروية كلاعب في 92، وانتقل بعدها بسنة لإنجلترا مكان ولادته، ولعب مع عدد من الأندية أبرزها والسال وتشستر سيتي وشروزبري تاون ودوفر أتلتيك. بالتأكيد كان من المستحيل أنه يمثل منتخب إنجلترا لأنه ما كانش من نجوم الدوري الممتاز، لكنه مثل سيراليون في 16 مباراة دولية قبل اعتزاله اللعب. ومن نفس الفكرة دايماً كستر بيسعى لضم لاعبي سيراليون المحترفين في أوروبا وإقناعهم بأنها فرصة مميزة لتمثيل بلدهم دولياً. وبيبذل كستر قصارى جهده لضم تريفو تشالوبا نجم تشيلسي الشاب اللي بيملك جنسيتي سيراليون وانجلترا. تشالوبا مش هيكون أول نجاح لكستر في ضم محترفين، لكن أكيد هيكون الأبرز. كستر ضم ستيفن كولكر مدافع كوينز توتنهام وليفربول السابق، كمان نجح في ضم سليمان كاي كاي الجناح اللي ليه خبرة كبيرة في انجلترا وسبق ليه اللعب لأندية كريستال بالاس وبرينفورد وبلاكبول، وكانت أول مشاركة دولية ليه في يونيو سنة 2021. مهمة جون كستر هتكون صعبة جدا بكل تأكيد في أمم إفريقيا بعد وقوع سيراليون في المجموعة اللي بتضم الجزائر بطل إفريقيا وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية. بالرغم من كده المفاجآت واردة بعد ما نجح كستر خلال التصفيات في التعادل مع نيجيريا ذهابا وإيابا، نتائج كانت سبب مباشر في تأهلهم لأمم إفريقيا لأول مرة من 25 سنة. في كل الحالات هيقدر كستر يوصل رسالته بتوحيد شعب سيراليون ولو بشكل مؤقت في شهر يناير لمشاهدة منتخبهم في أمم إفريقيا.